أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم. النهاردة حلقة خاصة جدا لأن عندنا معانا النهاردة كابتن مصر وجون كيبر بتاع منتخب مصر وفريق المستقبل، الكابتن مصطفى هريدي اللي سايب أبيجان النهاردة وجاي مخصوص سايب مباريات كوت ديفوار ومنتخب مصر. معانا الفنان الجميل الفنان مصطفى هريدي، أهلا بيك في اليوم السادس في كندا. أهلا بيك. اهلا بيكم، يعني مساء الخير عليكم جميعا وعلى كل الجاليه العربيه اللي موجوده في كندا وعلى البرنامج وعلى كل الناس الجميله. اهلا بيك يا مصطفى، منورنا ومنور اليوم السادس. اهلا بيك، سعيده جدا ان انت يعني لبيت الريكوست بتاعنا وقدرت تصحى الساعه 3 الصبح وتكون موجود معانا، فاهلا وسهلا، منورنا بجد. والله انا اللي سعيد جدا اصلا، يعني انت اول ما يعني كلمتيني انا رحبت جدا بالموضوع بدون اي كلام، وشايف ان هي حاجه جديده بالنسبه لي وتجربه يعني تحترم ان انتوا بتعملوا حاجه زي دي وبتعملوا حلقه وصل بين الناس اللي موجودة بره وبين الجاليات المصرية والعربية وبين أهليهم وناسهم ده حقيقي فعلا، هو ده هدفنا فعلا، وأنا مبسوطة جدا بجد بوجودك مصطفى، أخو صديق عزيزة ليا جدا، وأنا يعني بعتبر مروة هريدي مش بس صديقة، أخت، وانت كمان بتتابعي اخويا، وانا مبسوطه قوي ان اخويا منورنا بجد في البرنامج. اهلا اهلا بيك مصطفى. من غير ما نخش في تفاصيل، دايما للناس اللي عايشين في كندا، ناس مهاجرين بقالهم سنين 20 و10 و15 و30 سنه، لما بيجي محطنا الاعلان ان مصطفى هريدي هيبقى معانا في اليوم السادس والاول مره، كل الناس دايما انطباعاتها طب والجون بتاعنا ازاي؟ يعني هو دايما المشهد بتاع الجون كيبر بتاع منتخب المستقبل بقيادة الجون البطل عادل إمام، ومعاه الجون كيبر بتاع الفريق اللي كان واقف يعني سد العالي في الـ في الـ في الجون، يعني حتى موضوع الكورة بالنسبة لمجدي يعني مهم جدا، فهو الموضوع معلم معاك بقوة. المشهد ده تاريخي بالنسبة لي، ان انت عملت ثلاث مشاهد ورا بعض، هما ما ثلاث مشاهد، هما دخل فيك ثلاث اجوان. انا فاكر المشهد ده كاني بتفرج يعني عليه لسه من شويه. اول مشهد طبعا انت طبعا واقف مفيش خالص، والتاني مره الكوره جت سهله، وبعدين الثالثه انت صدتها ودخلتها الجون عشان تجيب السيجاره، عشان تجيب السيجاره وتشرب سيجارتك وتريح دماغك. فكانت ثلاث لقطات. بص يا مجدي، هو الحقيقه برضو الدور كله في الفيلم بالنسبه لي كان حاله من صنع الزعيم عادل امام، يعني انا ما كانش ليا دور في الفيلم، وهو اللي طلب منهم اول ما ابتدوا يدخلوا تصوير السيكونس بتاع الجامعه ان هم يدوني اوردر علشان اصور في الفيلم، ورحت فعلا استمريت 3 ايام كل يوم بحضر الاوردر من 12 الصبح ل 12 بالليل، ومفيش حاجه، في انتظار ان انا اعرف انا هعمل ايه، المخرج عايز يعرف انا هعمل ايه، المؤلف عايز يعرف، محدش عارف في الفيلم كله انا هعمل ايه، لغايه ما جه المشهد الاولاني بتاع الجامعه وهم بيقولوا رايهم الطلبه في الدكتوره بتاعتهم اللي هي الفنانه الجميله ملكه امين طبعا. طبعا. وبعدين الاستاذ عادل قال لي ادخل قول رايك بالوضع بتاع الكاركتر اللي كان موجود في الجامعه ساعتها، اللي هو فاصل عن كل حاجه وساكت ومالوش دعوه بحاجه. فرحت قلت لميرفت امين انت كده. دوري يتبني. صح، مش انت عملت كده لميرفت امين؟ قلت لها انت كده. انت كله. انت كله. انت كله. انت كله. ايوه كده. رحت بقيس. فبعد المشهد ده او الشوت ده ابتدى الدور يتبني في الفيلم، يعني يتواجد في الفيلم، يعني يمكن ما كنتش انا الحارس اللي هيبقى موجود في المباراه، كان زميل من الفنانين، ولكن تم عمليه التبديل دي ووقفوني الحارس علشان يكمل الكاركتر في كذا مكان لغايه اخر الفيلم لما ساب الشهاده ومشي. طبعا. فده كان دور بصراحه مصنوع الاستاذ عادل امام، وكان ليه تاثير قوي جدا جدا، لان هو
احنا طبعا شعب عربي وعالمي بيأس كوره طبعا، فالكاركتر في حارس المرمى ده ما حدش عمله قبل كده سواء ترند بالطريقه دي لحد النهارده. انت اي حد عايز يتريق على حد الماتشات العربيه او المصريه او العالميه اللي فيها جول او حارس مرمى بيدخل فيه اكتر من جول اتنين تلاته بتلاقيهم ابتدوا يستخدموا الكاركتر بتاع مورجان ده. ده انا في مصطفى هريدي على طول على طول. الجول ده مصطفى هريدي على طول. مصطفى عايز ارجع في عايز ارجع بقى خطوتين لورا كده وتحكي لنا بدايتك ايه يعني قبل بقى عادل امام طبعا الفنان العظيم، اول البدايه كانت ايه وبعدين نقلنا بعد كده لمجموعه الافلام بتاعت الفنان عادل امام ازاي؟ ما هو أنا بدايتي كانت الحمد لله أنا محظوظ، أنا من أغنية هشام عباس أستاذ علي إدريس اللي أخرج الأغنية، هو اللي عمل فيلم التجربة الدنماركية، فكان أول مشهد ليا في السينما المصرية كان مع الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، المشهد بتاع موز. ده كان أول حاجة ليا في السينما. وبعديها الأستاذ عادل ضمني لفرقة الفنانين المتحدين مسرحية بودي جارد، رواية بودي جارد، واشتغلت معاه فيها 8 سنين، عملت منهم كذا فيلم وكذا لا المسلسلات بعد المسرح يعني بعد بس قعدت 8 سنين المسرحية شغالة. عملت معاه مسلسلين عفريت عدلي علام وفالنتين. بس 8 سنين المسرحية يعني الريتم العرض ايه يعني بتروح المسرح كل يوم ولا يعني احكي لنا كده 8 سنين دول كانوا عاملين ازاي؟ احنا المسرح يعني الحمد لله بتاع علي الامام من المسارح اللي مستمرة طول السنة. يعني يمكن الاجازة اللي كنا بناخدها كانت بتبقى من شهر 3 لشهر 6 اللي هو يعتبر بقى يعني خلاص سيزون الصيف خلص وسيزون الشتاء خلص، فهي دي كانت اجازة المسرح، وكان الوقت اللي هو بيعمل فيه فيلم السينما بتاعه اللي بينزل في السيزون الجديد. اوكي. فكان المسرح كل يوم، كنا ناخد اجازه يمكن يوم واحد في الاسبوع، ودي متعه على فكره غاده يعني طبعا انا متخيله. انت بتعرضي باستمرار فانت على طول كل يوم مع الجمهور وكل يوم مع الناس وكل يوم شايفه رد الفعل، كل يوم بتتعلم اكيد، كل يوم بيبقى غير اللي قبله. فمتعه المسرح لا متعه رهيبه، وكان من المسارح القويه جدا مسرح الاستاذ عادل امام. احنا مش هينفع نسيبك وانت بتتكلم عن الفنان الكبير ايقونة المسرح والفن المصري وفي كل حتة سفير لينا هنا، سفيرنا في كندا هو عادل امام في الفن، فمش هنسيبك من غير ما تقول لنا كده موقف او اتنين بالكواليس يعني حاجات احنا نتمتع بيها وتقول لنا كان بيعمل ايه، ايه المواقف الطرائف، اي حاجة تيجي على دماغك تشاركنا بيها. بص هو السؤال ده دايما بيتسأل بس انا هقول لك حاجه، دي يعني دي حاجه حقيقيه وحاجه بجد. هو اكيد طبعا في مواقف، بس هو الاستاذ عادل دايما في الشغل جد، وبره الشغل ممكن يهزر معاك، ويعني واخد دايما الشغل والكواليس بتاعت الافلام او حتى لو احنا في المسرح في كواليس المسرح في جدية في الشغل. لكن طبعا هو ما بيرحمش حد يعني طبعا. بس هو ده الاحترافية يا مصطفى، ان هو ساعة الجد هو شغال، بس هو الشغل هو شغل ياخد الشغل جد جد جدا يعني، بس بقى في كواليس لازم بالظبط. ايه بقى دينا كده موقفين لطاف حصلوا اكيد في كتير قوي. والله انا هركز معاكي وافتكر موقف واحكيه لك. طب يلا ماشي اتفقنا. طيب على بال ما تفتكر موقف بعد بقى ما خلصت بودي جارد الثمان سنين وانت قلت ان بارل عملت اكيد كذا فيلم معاه، المرحله دي خلصت سنه كام تقريبا ونقلت بعد كده على ايه؟ هو احنا خلصنا المسرح 2010، نصورنا المسرحيه 2010، هي اتذاعت اعتقد من كام سنه. صورنا 2010-2011 الأحداث اللي حصلت في مصر وقتها. 2012 أنا سافرت. يعني أنت مع انتهاء المسرحية اللي هو الثمان سنين دول تزامنت مع الأحداث في مصر، يعني كم ده حصل في سنتين ورا بعض يعني. فأنا السنة الثالثة رحت مسافر على الأردن، قعدت هناك تقريبا 4 سنين. اشمعنى الأردن بقى؟ أكيد في سبب ورا الأردن. بصي هو انا سافرت الاردن اول مره صراحه كنا بنعرض فيها بودي جارد، يعني كنا مسافرين مع الاستاذ عادل بنعرض بودي جارد في الاردن.
مسرحيه بودي جارد، فتعرفت على ناس هناك وبقى ليا اصدقاء، فبقيت كل سنه ليا زياره او زيارتين لمناسبه فنيه لعمل مسرحي لاحتفاليه، يعني بيبقى في اسباب دايما ببقى مدعو هناك. على مر حوالي 5 سنين دول كان ليا علاقات كويسه في الاردن، وكنت مسافر في حفله في راس السنه في 2012، كنت مدعو على حفله هناك، وقلت طب يعني اقعد، الوضع في مصر وقتها ما كانش الطف حاجه طبعا، وانا ما كنتش مبسوط او مرتاح يعني، فقلت اقعد شويه، والبلد قريبه جدا مننا، قريبين مننا كشعب وقريبين مننا كمسافه بيننا وبينهم يعني تقريبا ساعه، ممكن اوصل من المطار للبيت اكتر من الساعه دي، صحيح بلد قريبه، والمصريين اللي عايشين فيها برضو كتير، وفيها ما شاء الله يعني طبيعه شعب قريبين مننا، وفيهم جدعنه وشهامه ومروءه وناس يعني انا بصراحه بحبهم وليهم معزه كبيره في قلبي. طيب حكيت لي بقى وانت بتحكي لي عن الاردن، حكيت لي عن انت عملت حاجات فعلا انترستنج جدا وشيقه في الكام سنه اللي قعدت فيهم، يعني سواء كان بره مجال الفن او جوه، فايه بقى الحاجات اللي عملتها؟ انا في الفتره اللي قعدتها هناك اشتغلت في الفن مع شباب جداد كانوا بيبتدوا يعملوا وجهه نظر جديده ليهم ويعملوا فن معاصر، لان يمكن اغلب الاعمال الدراميه عندهم قبل كده في السابق كانت اعمال يعني تاريخيه او بدويه او بتجيب التراث اكتر ما بتجيب الوقت المعاصر، فالشباب دول كانوا ابتدوا يعملوا فكره ان هم يقدموا فن بيجيب الفتره بتاعتهم وبيجيب بيعملوا معاصره للوقت، ما بيعتمدوش على التاريخي او على التراث. اوكي، ودي كانت تجربه كويسه عملتها معاهم. وبعدين كان ليا حظ ان انا كنت بتعامل مع السفاره المصريه في عمان، لان هم كانوا عاملين شيء كان الاول من نوعه الحقيقه، ان هم بيعملوا انشورنس على المصريين اللي مقيمين على اراضي المملكه الاردنيه الهاشميه عن طريق شركه تامين، بتغطي حاجات كويسه جدا لتعرض الشباب دول او الناس دول لبعض الحوادث او الاخطار او الحاجات الطبيعيه او الناتجه عن عمل، وكان ده بيغطيهم بشكل قوي، ودي كانت تجربه كويسه. ولكن كان فيه صعوبه للوصول بين الاثنين، بين شركات التامين وبين المصريين، لان انت عارفه احنا عندنا المصري دايما سايبها على الله، فكره ان تعالى نعمل انشورنس علشان لو لا قدر الله حصل كذا نعمل لك كذا، دي ما بتبقاش سهله بالنسبه لهم. طيب انا يمكن خدت دور في ان انا اقرب الموضوع ده بين المصريين وبين الشركه، وكان في نوع يعني نوع توعوي، او تحس ان هو في حاجه توعويه للشباب دول. يعني كنت تعمل زي اعلانات او كده، ولا كنت يعني كان دورك؟ كنت بعمل ده، وكنت بحضر بقى في اجتماعات كانت بتتعمل ليهم، في مناسبات معينه كانوا بيتجمعوا فيها، فكان وجودي بيبقى فيه نوع من التفاهم معاهم او توصيل المعلومه بشكل اسلس، لان هم عايزين الانسان اللي بيحبوه بيضحكوا معاه وبيهزروا معاه، وشخصية معروفه خدوا منه المعلومه هياخدوها بشكل احسن يعني. ايوه فهمتك. لا اتفضل. طيب انا كنت شايف ان انت عملت اعمال حلوه في الاردن، وفكرت فتره فعلا زي ما انت قلت 2011 ل 2015 16 كانت مصر يعني الحمد لله نشكر ربنا رجعت لينا تاني، وايام لا يعيدها. احنا لو برضو في كندا احنا شاهدين على انه كلنا كميه مصريين مهاجرين في الفتره دي رهيبه، الناس كانت بتسيب بيوتها واشغالها وتحاول تجمع كل اللي معاها وتهاجر او بتيجي على كندا، وكان في بعض الفنانين بعض الفنانين. هل كندا او دول اوروبا ما كانتش على الساحه، هي الاردن نتيجه بس علاقتك الشخصيه وخبراتك بيها، هي كانت وزي ما انت قلت مسافه قريبه، هي دي كانت اسرع حاجه ان جت في دماغك انك تطلع عليها، ولا ما كانش؟ وانا ما طلعتش بهدف ان انا اقعد، عارف اللي راح يجيب ورقه بوست قعد 3 سنين ورجع. انا ما كانش الهدف ان انا اطلع اسافر وابعد عن مصر، خلي بالك. طبعا انا قلت لك في الاول انا جالي
حفلة، يعني أنا كان عندي حفلة مدعو عليها هناك في الوقت ده كشغل يعني. وأنا في مصر ما كانش عندي شغل يخليني أقعد، والوضع كان مضايقني نفسيا لأن ما كنتش حابب يعني مصطفى فعلا. لا مصطفى بيحب مصر. أنت دماغي يا مصطفى، أنا رحت مش راجع. أنت كمان يعني بالظبط يعني قلت قلت لكم مش هتأخر. يعني ببحث عن شغل وعن ان انا اقدم حاجه، والناس هناك بصراحه اللي يعني انا اتفتح لي فرص مختلفه ودرست بالاحضان، لقيت شعبيه وحب وجماهيريه عندهم بصراحه بهرتني، عملت لي انبهار. فانا قعدت معاهم فعلا فتره وسعيد، يعني ما كنتش قاعد تعبان او متضايق او بكافح، بس كانت فتره وتجربه وخبره بالنسبه لي كبيره جدا. ما كانتش معموله عن قصد ان انا اسيب البلد وامشي، ولكن هي جت معايا بصدفه ان قعدت الفتره دي. كانت تجربه كبيره وبالنسبه لي ليها متعه خاصه. واضح ان حبك لمصر كان عايز يخليك ترجع يعني، ولكن الفتره والوقت اللي انت قضيته، هل ده في الاردن كان في تشجيع من زملاء فنانين كانوا بيشاركوا معاك بيشجعوك؟ في اسماء من الفنانين عملت معاهم اعمال برضو وانت في الغربه المؤقته في الاردن؟ انا كان في عمل اردني عربي يعني. كان في كذا جنسيه عربيه فنانين من اغلب الوطن العربي. العمل ده كان البطل بتاعه الفنان الراحل طلعت زكريا، الله يرحمه، هو اللي بيصور يعني. كان هو كان فكره العمل لطيفه جدا، لانه كان بيتكلم عن الزمن القديم اللي هو ايام الوالي والسلطان والزمن ده، ولكن لو هم عايشين معانا في الوقت الحالي بالموبايلات والايباد واونلاين وعلى زوم هيعملوا ايه؟ فكرنا كده يا مصطفى، ممكن تقول لنا من اكتر من دوله. كان من سوريا كمان، كان في اندريس كيف من السعوديه، كان في عبد الله الحارسي، كان في مجموعه فنانين من كذا دوله عربيه، من العراق، كان في رزاق احمد. دول كلهم اللي انا بكلمك عنهم الكوميديانات. يعني هو كان ايه العمل ده يا مصطفى؟ انه يكون كوميدي من كل الدول العربيه. اسمه ايه العمل؟ زنوبيا والسمرقع. زنوبيا والسمرقع، لان ده يستحق ان احنا نتفرج عليه. كانه من كل بستان زهر. لا يستاهل ان احنا، في حاجات اكيد عدت علينا ما شفناهاش، بس بالضبط. اكيد دوكيومنتد على السوشيال ميديا، ممكن نقدر نجيبها. ممكن تمام. رجعت بقى زي ما مجدي بيقول كده، اكيد مصر وحشتك. انت كنت رايح تقعد ساعتين للحفله. كنت راجع اجازات يعني على مدار الفتره دي، انا ما رحتش قعدت مره واحده الفتره أكيد. دي كلها كنت برجع اجازات ساعات مره ومرتين في السنه يعني. قررت بقى ترجع ليه وامتى؟ والله قررت ارجع في 2016 لما الوضع الحمد لله طبعا استقر بشكل كبير جدا في البلد، والحياه بقت يعني استقرت مختلفه عن الوضع اللي انا سافرت فيه تماما. فقررت ان انا ارجع بقى علشان ما تنسيش، يعني فتره 4 سنين بعيد عن شغلي وعن مهنتي كانت حاجه ممكن تأثر عليا أكتر من لأن دلوقتي لغاية النهاردة الناس بتقول لي أنت غبت، أنت بطلت، أنت فين، إحنا ليه مش بنشوفك. فكان ده تأثير الفترة دي فعلا اللي أنا سببتها، هي اللي أثرت. يعني عملت جاب ما بين ما كنت بعمل أعمال كتير في الفترة اللي هي لغاية 2010 وبين أنا الفترة اللي عدت بيها، برضو كان في أعمال أغلبها كان بيتعمل عن الأحداث، ويمكن دي برضو حاجة من الحاجات اللي أنا كنت رافضها، إن هي حاجات كانت بتوثق الفترة دي بشكل أيا كان نوع الموضوع، إذا كان درامي أو كوميدي أو أو أو، ولكن أنا ما كنتش حابب إن أنا أشارك في الحاجات دي في الفترة دي، لأنها بيانت مساوئ في البلد أنا ما كنتش حابب إن هي إن أنا أشارك فيها يعني. هي كانت دراما مؤلمة. لما رجعت في 2016 كان الموضوع اختلف. طيب احنا معانا اتصال، في حد من المعجبين بتوعك عايز يتصل، نقول الو. بفكركم ان انتم ممكن تتصلوا وتقولوا اي مشاركه على 289-274-8011. معانا الفنان الجميل ألو؟ مصطفى هريدي، نقول الو. الو الو الو
الو الو ايوه مساء الخير، اتفضلي احنا سامعينك. اتفضلي احنا سامعينك وعارفينك. اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فادة. اهلا يا مجدي. اهلا وسهلا. منورين ومتألقين في اليوم السادس كالعاده. ربنا يخليكي لينا. ايه الصوت مش واضح؟ لا صوت واضح جدا، ومعاكي كمان الفنان الجميل مصطفى هريدي. سامعك انت؟ احنا ما عرفناهاش. مدام سحر قورة معانا، اهلا بيكي صديقتي وحبيبتي ومن اهم الشخصيات الجميله الموجوده معانا في كندا، ومكلمانا لاول مره عشان خاطرك. الاول انا يعني انا الاول سعيده قوي ان انا معاكم يعني في اليوم السادس، واول مره اعمل مداخله، وسعيده اكتر بصراحه باستضافه شخصيه محترمه وليها كاريزما زي الفنان مصطفى هريدي. يعني بجد ان الشخصيات اللي يعني والله بجد انا يعني برحب بحضرتك وبقول لك انت منورنا بصوتك الجميل ده في كندا. وانا بصراحه يعني من متابعتي الشخصيه ليك حسيت قد ايه انت شخص متسامح قوي وواثق من نفسك جدا، وعندك ثبات انفعالي كمان في الحوار، بجد انا منبهره بيه، وخصوصا مع الناس اللي اذوك واذوك في شغلك او في حياتك العمليه، فدي انا بحييك بجد عليها. انا كنت شفت لك بصراحه، يعني انا بعيدا بقى عن الافلام وبعيدا بقى عن كل يعني داخلة كده في حاجة يعني معرفش هتبتكرها معايا ولا لأ، كنت شفت لك إعلان قديم مع الفنانة نانسي عجرم، كان تقريبا إيه إعلان عن تليفون ولا حاجة، كان إعلان اللي هي أغنيتها بتاعت أخصمك. كان إعلان لافتتاح قناة فضائية في الوقت ده، كانت القناة دي بتفتح في مصر الجديد. فالبرومو كان البرومو بتاع القناة نفسها، يعني كان الإعلان ده أنا لفت نظري، كانت بداية الفترة بتاعت الرينج تونز اللي أنت كنت بتنزليها على الموبايل زمان. بالظبط، لأن دي أنا كان نظري برياكشناتك رياكشناتك وأنت بتغني معاها، وقد ايه كانت طالعه حقيقيه وطبيعيه، كانت جميله قوي. فكنت حابه اعرف كواليس الاعلان ده. ما انا كواليس الاعلان ده، هل انت تفتكر في حاجه يعني تحب تحكيها لنا؟ لان يعني فكره الاعلان كانت جديده ساعتها، وانت كمان كنت يعني تحس كده ان في يعني بطبيعتك قوي معاها، يعني ما اعرفش كان اكيد لي وراها حاجه في كواليس ورا الاعلان ده. انا ما كنتش اعرف نانسي عجرم صراحه، يعني كنت شفت الكليب بتاع خصمك اللي هو كان قالب الوطن العربي كله، ما كانش عندي انا اي فكره اصلا، ما كانش عندي تلفزيون. فلما جالي الاعلان انا رايح مش عارف مين اللي انا همثل قدام الاعلان، وما كنتش عارف ان انا كمان المين في الاعلان. ف لحظة دخولها الاستوديو عليا علشان اعرف ان هي دي اللي انا هصور معاها الاعلان، خدت الرياكشن ده من اول الاعلان لغايه تاني يوم، يعني احنا قعدنا نصور 36 ساعة. فانا كنت منبهر بيها جدا ومعجب بيها جدا، وكانت في منتهى الجمال بصراحة، وكانت تستاهل. كان طالع رياكشن تلقائي او تعبير عفوي تلقائي مني طول الوقت، من كتر ما كان طبيعي بشكله اللي حضرتك حبيتيه ده. المخرج يعني يمكن اخد شطات كتير جدا للاعلان، صاحب القناه مد المده اللي كان مقرر للاعلان ان هو يتذاع مثلا 30 ثانيه فتذاع حوالي 45 او دقيقه، يعني زود فتره الاعلان، وكان ليه صدى من جمال رياكشناتك قوي جدا، يعني ما هي طبيعيه يا سحر 100%. طب انت لو شفتي الاعلان. انا ما شفتوش على فكره. هي جايه لنا على كندا. تعالى معاها فعلا. احنا كمان عايزينك تشرفنا بجد في كندا. احنا في مجموعه فريق عمل هنا بيتعمل
مهرجان للتراث المصري بيتعمل كل سنه حقيقي. وبيعزموا مجموعه من الفنانين، كنا بنعملها اونلاين، دلوقتي بيشرفنا مجموعه كبيره من الفنانين. فاحنا ممكن نتواصل مع فريق العمل ده وتبقى موجود معانا في كل في الصيف، بيتعمل وبيترفع العلم المصري على البرلمان في اونتاريو، وبيحتفل بيه كل المصريين والجاليه العربيه بصفه عامه. حاجه مشرفه جدا. هو ده الاعلان. احنا المخرج كيرو، بقول لك مخرج مهتم ليه كيرو، قال لك هو ده عشان غدا مخصوص. انا على طول سعيده جدا بالمداخله وسعيده اني سمعت صوتك وحضرتك غالي علينا واخو الغاليه كمان، اخو الغاليه، لان مروه هريدي من الشخصيات الجميله ام وجه بشوش دي اللي هي ما تتخيرش عنك. فبجد انا سعيده جدا بيك، وان شاء الله يعني نشوفك كده دايما متالق باعمالك باذن الله. ألف شكر. أوكي، سلام عليكم. شكرا، مع السلامة. سحر، شكرا. شكرا سحر. واضح أن أنت سايب علامة وبصمة حلوة جدا في كل أعمالك لحد النهاردة الناس فاكراها، رغم الانقطاع اللي أنت قلت عليه في الفترة بتاعة أحداث مصر. احكي لنا بقى بعد 2016 و... انا كمان منبهر ان انا بقالي يومين بذاكر الاعمال وفي حاجات اهي لسه في جوه طلعت من جواك يعني صح طلعت حاجات. لسه في اعمال لا، واضح انه فعلا مش كل اللي انا ذاكرته، لا يعني موضوع الاعلان ده قوي جدا يعني. انت رجعت 2016 وبرضه فاكره ان انت قلت لي ان انت ابتديت اول حاجه رجعت فيها بعد كده كانت الحلمية الجزء السادس. الحلمية الجزء السادس مظبوط. واحكي لنا شويه برضو عن علاقتك بايمن بهجت قمر ودوره ايه في ان انت رجعت. انا عارفه ان هو كان ليه دور فعال في الجوع. هو اللي قال لي بصراحه انك انت لو قعدت اكتر من كده الناس هتنساك، وانك انت لازم ترجع وتعالى اشتغل. وكان هو بيعمل مسلسل، قال لي تعالى اعمل دور في المسلسل وارجع الناس تعرف انك موجود. يعني اربع سنين كانوا كتير ان فنان يختفي عن الوسط وعن البلد وعن الناس وعن الجمهور. فكانت يعني فترة ممكن فعلا لو كانت طالت عن كده كانت أثرت تأثير أكثر سلبية يعني. لا احنا والله مبسوطين انك رجعت. في المسلسل معاهم عملت دور لطيف يعني، كان ايه الدور بقى؟ ممكن تحكي لنا شوية عن الدور يعني لما رجعت بقى بعد الانقطاع ده، الدور كان ايه بقى؟ شبه الشخصيات القديمة ولا كان مختلف؟ لا صوتكم كويس، ده مختلف. سواء ميكروباص، ما دي حاجه فعلا هو دور مختلف. ديفرنت. ايوه سواء ميكروباص يعني شعبي مش كوميدي. اوكي، كان دور بسيط صغير مش كبير جدا، بس كان برضو حاجه مختلفه. كان اضافه يعني مختلفه، وكويس ان انت رجعت عندك حاجه مختلفه. كوميدي شويه، بحاول اعمل حاجه مختلفه. عملت بعد كده مسرحيه يا مصطفى، مش كده؟ بس دي كانت مش في مصر. لا، ده بعد كده عفاريت عدلي علام. قبل المسرحية عفاريت عدلي علام، ده كان مسلسل. وفالنتينو. 2017. وفالنتينو. عرض رمضان. وبعد كده عملت فيلم في السعودية في 2017 برضو. كان أول فيلم سعودي يبتدوا يشتغلوا عليه، كان بيتكلم عن فترة الخمسينات وعشرين تلاتين، من خلال قصة كانت جايبة السعودية في زمن الملك عبد العزيز في الخمسينات، وجايبة السعودية في العصر الحديث اللي احنا فيه في زمن الملك سلمان. أفكار دي حلوة. أنا كانت الشخصية اللي بعملها من المصريين اللي كانوا بيسافروا علشان يشتغلوا في التدريس في الفترة بتاعه الخمسينات، فكان برضو دور مختلف. يعني طيب انت دايما الناس اكيد برضو النقاد كانوا دايما بيوجهوا ليك لوم ان انت محطوط في اطار معين وفي نوع معين من التمثيل والاداء، اللي هو المشاهد اللي انت ابتديت بيها والطريقة اللي انت اتحطيت فيها. ازاي قدرت تتغلب وتخرج بره إطار؟ أكيد أنت سمعت السؤال ده كذا مرة، إزاي خرجت بشخصيات مختلفة وأدوار مش نمطية عشان ما تبقاش في قالب واحد؟
والله هو سؤال حلو جدا ده مجدي، لاني اللي بيعمل كده عارف في ساعات ناس بتستسهل، ايوه يقول لك هو طلع كويس والكاركتر ده نجح معاه وجاب مع الناس نجيبه فيه. نجيبه فيه فكان الموضوع ده يعني احكي لك موقف حصل فعلا عمل النقلة دي. الفيلم بتاع عمر وسلمى والفيلم اللي جه بعديه مرجان احمد مرجان، كان الكاركتر بتاع على طول تايه بالشكل اللي احنا شايفينه في الفيلم ده ومش في دماغه، ابتدى فعلا يطلب مني الادوار دي من كذا في كذا فيلم بعد كده. فأنا نازل من مكتب احد المنتجين معايا سيناريو فيلم فيه دور في الجامعه طالب برضه بنفس الكاركتر ده، لقيت ست بتندهلي في الشارع وبتندهلي بشكل يعني عنيف وبتقولي انا بدور عليك وانا دكتوره فلانه، انا اكتر انسانه بحارب التدخين في الاعمال الدراميه والتلفزيونيه، وانا لما شفتك في الفيلم يعني انت كنت ممثل شاطر ولكن انت لازم تفهم انك بتاثر على الاطفال، انت الاطفال بيحبوك فلما يشوفوك في حاجات زي دي هيحبوا الحاجة دي بسببك، فأنت كان ممكن يبقى تأثيرك سلبي على المجتمع أكتر ما يبقى تأثيرك إيجابي. وحب الناس اللي أنت واخده ده والنعمة اللي عندك دي والأطفال بالذات بيحبوك بشكل رهيب، ممكن تبقى أنت سبب ضرر ليهم. وجعتك الكلمة دي وأنا بكمل إزاي قلت لها انا مش هعمل الفيلم اللي معايا ده لان هو في دور زي ده حضرتك يا دكتور. لا بس انت برافو عليك ان انت قدرت تصور على الدور ده. القرار ده لان دي حقيقه، انا ليا تاثير على الاطفال الحمد لله، دي نعمه من ربنا طبعا، لان الاطفال حتى حبهم بيبقى طبيعي بيور ما فيهوش اي مجاملات حقيقي. فالتأثير على الأطفال ده شيء يعني أكيد ربنا هيحاسب عليه الواحد. طب فلقيت كلامها كلام صادق، ده كان صحيح. ده كان مسرح دور الكلام بتاعك خطأ فيا، هي بتتكلم على فعلا حاجة يمكن كانت غايبة عن بالي ساعتها، فرحان بالشغل وبالأدوار وبالحاجات دي. هو ده أكيد برضه كلامها فيه ده اكيد برضو خلاك تخرج بره الاطار بتاع الشخصيه اللي انت بتعمله كويس وده اللي ظهرك، لكن انت فنان جواك ابداع، واي فنان بيبقى نفسه يعمل شخصيات مختلفه، انماط مختلفه من المجتمع، حاجات هو بيشوفها وحاجات هو كمان نفسه يطلع الاحساس بتاعه فيها. ده حقيقي. انا الواحد ما يتحسرش في الادوار دي، بس انا بقول لحضرتك دي مجدي ناس منتجين او مخرجين بيتسالوا مظبوط يعني ده ما دام بيعمل الحاجه دي كويس هاتوه يعملها. لا مش ده الصح. طب الدورين اللي هم مع الفنان عادل امام بعد لما رجعت اللي هم عفاريت علي عمام وفالنتين، ادوارك برضو كانت متكرره او شبه القديم ولا كانت لا مختلفه؟ لا كنت في عفاريت علي عمام عفريت. كان فاكر المشهد ده. من عايزاه يحكي لنا. كان شخصيه ابتدى هو يخرج بره، كنت عامل راجل امن سكيورتي بتاع امن في كومباوند. فحتى يعني حتى مع النجم عادل امام اللي هو اوريدي هو اللي كان صاحب الفكره بتاعت الشخصيه دي عرفت كمان تخرج منها، فدي حاجه طبعا يعني جميله كويسة جدا. ولسه عندي حاجات كتير والله يا غدا، انا نفسي اقدم كاركترات كتير ما قدمتهاش، انا عمري ما عملت ضابط شرطه مثلا. انا متاكده ان انت عندك بوتنشال لسه جامد. انا عملت دور ضابط شرطه. انت عارف ان مجدي بيمثل في كندا ولا في مصر؟ لا احنا في كندا. لا انا مثلتش في مصر، مثلت وانا صغير لكن الله برضو. طب انا ممثله وانا صغيره برضو بس احنا قرايب ولا في دبي مثلت كتير، وفي كندا هنا بنعمل مسرحيه كل سنه هنا كل الجاليه مع بعض. جميله والله. لا ده فنان جميل. يا اخر مسرحيه كانت غاده بتتفرج، كنت واخد دور الساحر.
كان مسرحية جميلة. لا على فكرة مجدي فنان جميل جدا. احنا اشتغلنا مع بعض مسرحية واحدة زميل. بس زميل جميل. لا يعني انا زميل. هاوي زميل. زميل هاوي بس. لا بس هو شاطر بصراحة في التمثيل. يمكن في يوم من الايام تعملوا عمل مع بعض. يجي لنا بقى كندا ونعمل بقى عمل. تعالى بقى. وفي هنا يعني انشطة كده على قدها بس بتطلع برودكتس حلوة. تكتيكين من البلد. دي لا ده موضوع بقى هنحكيه لك بعد الحلقة عشان احنا عبال ما وصلنا للاستوديو احنا ماينس 12 فيلز لايك. احنا ما يهمناش الماينس, احنا فيلز لايك دي اللي تفرق معانا. نبص على تشعر بقى وكأنها ماينس 20 اللي هو فاكر هنيدي لما قالك مش حاسس بنقطة تحتاني. فتطلع بره في التلاجة تتجمد وتخش تاني, يعني مسافة مثلا ما بين الاستوديو للعربية الحته دي ممكن تبقى ماشي دقيقتين ماينس 20 في دقيقتين بتحس انهم سنتين. ما بتحسش برجليك ما بتحسش بحاجه خالص. يعني بص مش عايزين نقول لك يعني لا هتيجي تتفرج على نفسك. انا عدى عليا يعني تقريبا حضرت في 3 سنين في الاردن المنخفضات والثلج وعشت الجو بتاع المنخفضات الجامده دي والثلج لما يملى الدنيا. وكنت مبسوط جدا على فكره عندما كنت متكتك بس كانت حاجه جديده عليا. لا خلاص ما دام انت كده يبقى تتعرف وتيجي تيجي تقعد على طول. بس مصطفى تيجي تحضر حفله ما ترجعش. هي تتحب لما تبقى ماينس 2 ماينس 3 وشويه ثلج. لما ماينس 20 ما تتحبش خالص. لا صعبه بصراحه صعبه. كالجري مثلا لو انت ليك اصدقاء او معارف وصلوا ماينس 50 وماينس 40 حاجه لا تطاق يعني. لا بس هو دي موجه برضه. هي موجه بس مش على طول. هو ده موجه. كندا غير. مصطفى عايزه ارجع بقى لاخر عمل اللي هو الحديث اللي انا اتفرجت عليه وكنت سعيده جدا بيه. طير بينا يا قلبي. بجد مسلسل جميل وخفيف وطبعا اكيد كل الاطفال حبوه لانه اجتماعي عائلي لايت. انت كنت فيه رائع. احكي لنا عن التجربه دي وده حتى لسه براند نيو يعني 2022. لا وبعدين حته ان انت بتركز على الاطفال وبتعمل لهم اعمال مخصوص ده موضوع جميل جدا قليل قوي من الفنانين اللي بيركزوا فيه. فكلمنا عن التجربه دي. والله بص انا اقول لك حاجه بصراحه ان المسلسل ده اللي رشحتني فيه البطله اللي هي النجمة الجميلة طبعا مريم مصطفى جميلة. هي اللي رشحتني في المسلسل وكان يعني أول مرة أتعامل مع المخرج بتاع العمل وكانت فكرة المسلسل حلوة الموضوع كله لأن أنا لما اتعرض عليا الدور أنا دوري على فكرة بعيد عن الأطفال. أنا ما تعاملتش مع الأطفال اللي في المسلسل وأقول لك على آخر حاجة في الحلقات الأخيرة حصل فيها إيه. بس انا عجبني فكره المسلسل نفسه انه بيتكلم عن التعليم وعن المبادئ ويعني المسلسل نفسه موضوعه فيه هدف وليه مورال وعايز يوصل حاجه. وكان التايم بتاع العرض بتاعه التصوير والعرض على فكره كان في بدايه المدارس فكان برضو ليه حاجه هدف كويس ان هو ان هم يبتدوا يلفتوا انتباه الناس او يدوهم المعلومه في نفس الوقت ده بتاع بدايه دخول المدارس يعني. اوكي. وحتى دراميا بقى في اخر المسلسل انا اتطلب مني ان انا اخطف البنت الطفله الصغيره اللي في المسلسل. فانا يعني يمكن المشهد ده او الحته دي قلقتني جدا لان هو كده الحته الكويسه اللي فيه حتى انا كممثل الاطفال عارفيني قبل كده او كدوري في المسلسل المفروض ما يصدرش منه تصرف زي ده. فكنت خايف جدا على تأثير ده على الأطفال ان هم يعني يخافوا مني او يفدوني او يبصوا لي بحتة الشر او انه بعمل دور شرير فالحاجات دي بتأثر فيا بس كان دور مختلف وعامل كاركتر بعيد عن الكوميديا تماما كانش فيه كوميديا خالص وإن يبقى في شر وتركيبة مختلفة بتبقى في بداية المسلسل أنت بتحس إن هو إنسان يعني عنده مشاعر وعنده أخلاق وبيحبه وفي الآخر بتبص تلاقيه قلب متصرف تصرفات تانية خالص وبيعدل نفسه بقى في الآخر. فكانت شخصية بصراحة فيها شغل جميل والمسلسل نفسه لطيف وبين يعني. إمكانيات كمان يعني أنا يعني سمعت كومنتات وكلام من ناس كتير ان لا ده انت نضجت ده انت بقيت ممثل ناضج ده
انت دورك مختلف، احنا المرة دي اول مرة نشوفك كده، فكان في رد فعل فيدباك كويس جدا. لا انا شايفة بصراحة ان المسلسل ده خطوة حلوة، وانا متوقعة لك يعني مجموعة من المسلسلات جاية قريب، ويعني انا شايفة في يعني في مسلسلات كتير قوي بتحصل وبقت يعني مير راوند، يعني ما بقاش المسلسلات بس زي الفترة اللي فاتت كان في رمضان كل الانتاج يحصل، وبعد كده بقيت السنة احنا قاعدين بنتفرج على مسلسلات رمضان، دلوقتي على طول في مسلسلات، فان شاء الله طبعا عشان المنصات اللي اتعملت يبقى كذا منصه موجوده في فرص كتير فعلا، ده ساعد على الكثافه الانتاجيه، بقى في انتاج بشكل اقوى، وعلى الاختلاف بقى في مواضيع مختلفه كتير، وفي مواضيع تهم الناس في كذا جانب وفي كذا اتجاه من حياتها، من يعني المواضيع دلوقتي بقت عايز اقول اوسع او فيها اختيارات اكتر بكتير. وفي حاجه كمان جميله ان ما بقتش المسلسلات بال 30 وال 60 حلقه، يعني فكره ال 10 وال 3 وال 5 دي بتعمل opportunities او فرص عمل لمجموعات عمل مختلفه، فهنجيب هنا فلان وهنجيب هنا وبتقدم ناس جداد ومخرجين جداد وبتعمل عمليه بالظبط. فعايزينك تشد حيلك بقى ونشوفك كتير. سهرناك بس مش هينفع نسيبك غير لما تجاوبنا على سؤالين اساسيين دايما بيسالوهم كل المذيعين. السؤال اللي هو ايه الداخل الجديد، ايه العمل الجديد اللي انت هتعمله، والسؤال التاني برضو مش هينفع نسيبك وانت يعني كنت ضل للفنان عادل امام في اعمال القويه الناجحه، ايوه سواء كان تلفزيون او مسرح او سينما، فكنا عايزين نعرف منك لان احنا هنا في كندا برضو غربة ومش متابعين قوي، وطبعا النجم عادل امام بالنسبة لنا ده يعني حاجة كبيرة قوي، احنا هنا بنتكلم وبنقول احنا من الناس بتوع عادل امام، احنا من بلد عادل امام، فتطمننا عنه كده وتعرف قول لنا ايه الكواليس اللي انت ممكن بتسأل عليه، تطمن لنا على اخبار وبتشوف لنا يعني تقول لنا شويه اخبار وصحه كويسه جدا وزي الفل، مفيش اي حاجه، بيطلع كل فتره طبعا اشاعات وناس بتكتب او في حاجات بينزلوها على السوشيال ميديا وعلى المواقع يقولوا كلام مش لطيف، لا الكلام ده مفيش منه اي اساس من الصحه، لان هو بخير وفي بيته وفي الحمد لله وكل حاجه تمام، وانا من فتره لفتره بروح وبزوره وبقعد معاه وبلعب معاه كمان الله ربنا يديله الصحه فعلا، يعني هو لعيبكم كان جامد وانت وانت بتتغلب على طول منه على طول، يعني دي حاجه بخاف طبعا على طول. انتوا عارفين ان انا مثلت مع فنان عادل امام وانا عندي 8 سنين فيلم، قلت لك انت مصطفى الموضوع ده لا ما نحطهوش احنا نحكي الحكايه بس. انا عندي الصوره فاجئينا أنا عندي الصورة بس هي من عيني، تعالى لا دي ما بتطلعش، دي كل واحد يدور عليها في بيتهم على اليوتيوب وما يرجعش يقول لي رأيه. هو الفيلم كان اسمه مات في المنفى يا مصطفى، وأنا فضلت طول الفيلم بفتح الباب، يعني ده كان دوري طبعا، ما أقدرش أطرد طفلة بريئة. بس كان عادل إمام بس تفتح الباب لعادل إمام، يعني بفتح الباب يعني. وخالتي بقى كانت إسعاد يونس، فأجمل وأجمل يعني كان كاست روعة صراحة. بس ما كنتش بعمل حاجة غير إن أنا بفتح الباب. خطوه جميله. طيب السؤال حاجه هايله يا غاده بجد، يعني السؤال التقليدي بقى، ايه الداخل تصوره الفتره اللي جايه وايه العمل اللي احنا ممكن في كذا نستناه؟ والله بصوا لغايه دلوقتي لسه انا ما وقعتش على حاجه معينه، لاني بقرا اكتر من حاجه، يعني ان شاء الله اللي هيستقر عليه الوضع هعلن عنه على طول، ولكن يعني ان شاء الله في اقرب وقت اكون موجود معاكم في رمضان باذن الله. يعني في حاجه نستناها في رمضان يا رب لمصطفى غريزي، يعني انا معلش النور عمل لا مش مشكله، ان شاء الله باذن الله اكون معاكم في رمضان باذن الله. احنا هنكون يعني على احر من الجمر منتظرين،
وبنتمنى لك بجد كل التوفيق. وانا شخصيا كنت في منتهى السعاده النهارده، انا ما بطلتش ابتسامه من اول الحلقه لاخرها بجد. انت ادخلت علينا بهجه كلنا، سواء كنا متهيألي في الاستوديو انا ومجدي او اصدقائنا. صديقتي سحر اول ما عرفت ان انت معانا قالت لي انا هعمل مداخله، مع ان هي اول مره تعمل مداخله. واكيد كل اللي جميل جدا فعلا مبسوط جدا من اللي هي قالته، كلام راقي جدا ومحترم، وكلام يعني بشكرها عليه قوي 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 قوي. وبعدين عملت هوم ورك وجابت داتا زياده يعني، فلا في شغل في مجهود. جابت نانسي من الاخر. ما حدش ينسى دورك والشورت الجميل بتاع عمر وسلمى، يعني ده برضو دور ما طبعا ما يتنسيش. كان يعني كان بوكسر على فكره، بوكسر ما كانش. طب خلاص انا بس عشان التلفزيون بس. انا قاعده. بس جميله طبعا، المشهد كان جميل. واحنا عايزين منك وعد انك تحاول تدرس فكره ان انت تزورنا في كندا. احنا لو زرتنا في كندا مش هتقعد معانا 4 سنين، انت ممكن تقعد معانا العمر كله. بس احنا يشرفنا ان انت تيجي تشرفنا في فرصه. اكيد دي حاجه يعني برضو الواحد، انا بحب السفر وبحب المغامره، ولو فعلا عرفت ارتب حاجه ان انا اجي اكيد هاجي، يعني مش مفيش اي حاجه تمنعني، وهبقى مبسوط جدا طبعا ان اشوفكم اصلا. انا ممكن اخليك، ممكن اتواصل مع هيئه التراث في مصر، هيئه التراث المصري الكندي اللي هنا، ونقدر نتواصل معاهم معاك. مين عارف يمكن نقدر في فرصه نتواصل معاك وتبقى شرفنا باذن الله. وبعدين انا مروه وعداني جدا جدا والله، كمان يا مصطفى استمتعت معاك واتبسطت معاك، واتمنى اني اكون كنت ضيف خفيف على الناس وعلى المتابعين عندكم، ويا رب دايما موفقين وناجحين وبتقدموا حاجه كويسه وبتفيدوا نفسكم وبتفيدوا بلدكم وبتفيدوا الناس اللي حواليكم. ده عمل جميل جدا، وكل التوفيق وكل الاحترام ليكم مجدي وغادة بجد. يعني تسلم يا مصطفى، بنشكرك. وعايز اقول لك انه سعاده السفيره سهى جندي بتقوم بدور كبير جدا للمصريين في الخارج، وزي ما انت قلت لنا ان كان في تجربه ومحاوله مع السفارة في الأردن، هنا برضو القنصلية في تورونتو بتحاول دايما بالتفاهم والتوفيق والترتيب مع سعادة الوزيرة السفيرة سهى جندي، بتقدر تعمل حاجات حلوة جدا، وفي مشاريع كتير قوي زي يتكلم عربي، زي مبادرات، وممكن احنا كمان نحط اقتراحات ليها علاقة بقى بالفن، فممكن يعني نتواصل ونعمل افكار كتيرة، نعمل جسور تعاون فنية جدا. فلا ممكن نفكر بحاجات كتير على فكرة، يعني انا وانت ومجدي يا مصطفى، وبما انك بتحب تسافر حتى وقت صغير وبعدين بتقوم مطول، ممكن نخطفك حبة عندنا في كندا. بس نجيبك في الصيف بلاش مش فيها. بس كده واحد الوقت طويل السفر من مصر لكندا، دول 12 ساعة كده في لا ده ساعة كده مع فرق التوقيت، في يوم بيروح من عمرك بيتشال. يا نهار ابيض، يوم كامل من عمرك بيروح من عمرك. على فكره يا مصطفى، مروه صديقتي وعدانا انها هتعمل زياره لينا انا وسحر، لان احنا الثلاثه اصدقاء قريب، فعايزين ناخد بس منك وعد ان انت تتشجع وتيجي معايا. ممكن ده مع مروه ونجي لكم الزياره دي ان شاء الله. والله هتنور كندا كلها، وهتلاقي كم معجبين يعني انت نفسك مش متخيل، من المطار لحد الاوتيل لحد واكيد طبعا الناس دي هتبقى جايه من البرنامج بتاعكم. سافرت كندا سافرتني كلها. لا مش بس من البرنامج، من شغلك ومن تاريخك ومن ادائك ومن طيبه قلبك والله ومحبتك لينا ولكل المعجبين بيك. سعيد جدا جدا بالليله الجميله دي، وبال هي بالنسبه لي سهره، بس هي بالنسبه لكم لسه اول اليوم. او يعني يعتبر أول الليل أول المساء. فيومكم جميل وليلتكم سعيدة، وميرسي جدا جدا كمان مرة مجدي، وميرسي جدا جدا. Thank you so much. ميرسي انت نورتني. وأنا كنت سعيدة بالحلقة دي، وياريت يعني تبلغوا تحياتي لكل الناس اللي موجودين، المخرج والمصورين وكل الناس اللي عندكم اللي قائمين على الحلقة، كل تحياتي وكل شكري ليكم، وميرسي جدا جدا على اليوم الجميل. شكرا ليك اعزائي مشاهدي يوم السادس، استمتعنا النهارده بضيفنا الفنان الجميل مصطفى هريدي،
وتناقشنا في أعماله وخدنا وقت حلو لينا معاه، وبنشكره تاني على سهره للصبح معانا. وانتوا بقى في كندا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.